أوه بهارتي، بتأمل ما تكوني بعتي منى وإيديها فاضين. أنت بعتي الهدايا لبيت تحماها معها؟ اسمعي الحقيقة يا عمي، أنا راح عن بالي والله نسيت. ماشي مو مشكلة، نحن راح نحلها ونبعتهم بعدين. شوف عندي فكرة، أنا كالب مو رايح ليجيب منى من عندهم المساء، رح أبعت الهدايا معه هو بيهديهم وهو راجع بيجيب منى معه. أهلا وسهلا فيك ابني، شرفت بيتك، تفضل. تفضلوا، أمي بعتت هدول الهدايا لإلكن. قال إنه هي نسيت تبعتهم الصبح مع منى. يا ابني ما كان في داعي لحتى تعذبوا حالكم، لأنه بالنسبة إلنا الهدية الحقيقية هي وجودكم بحياتنا. على كل حال يسلموا، تفضل تفضل عود. شرف أخي. وينك بنتي؟ روحي عيطي لها لمنى. شوف هاي ليكن اجوا لحالهم. يا عيني. شوفوا نحن بدنا نستأذن منكم لو سمحت. لا ابني، أول شي بتاكلوا بعدين بتروحوا. لا أنا ماني جوعان، إن شاء الله بناكل غير مرة. لا. وهلأ شو رأيك نمشي؟ عود يا ابني، أنت ليش مستعجل؟ اليوم عيد البنجابيين ونحن بهذا العيد منحتفل بعرساننا الجداد ومنضل سهرانين لوش الصبح. كنا رح نطلب تخلوا منى عنا. بس الحقيقة إنه أمي وصتني ما أتأخر بالسهرة وجيب منى معي. وليش؟ لو إنه ما بعتنا لكم عزيمة كان بيقول الواحد إنه الحق علينا، بس اليوم جورنام رح جاب منى وعزمكن على السهرة. لا والله أنا من فرحتي بجيت بنت أخي لعنا نسيت السهرة كلها. ما في أي مشكلة، هلأ منعزمون. أنا كلب، أنت روح هلأ وعزيم أهلك على السهرة لعنا اليوم وقل لهم منى رح تضل عنا. ماشي؟